اجي ويا ابوي وماما اختي بالموكب، اطبخ ويا ماما، اروح اجيب ماي واوزع. ما تعبين؟ لا ما تعب. ازورك والزياره واجب له. ما سر العشق والتعلق في هذا الطريق؟ مئات الأميال سيرا على الأقدام، قلوب تسير على جادة الطريق في لهفة تتعدى تفاصيل الوصف. لقاء العاشق والمعشوق في كربلاء هي زيارة الأربعين، موقف الصادقين على نهج الإمام الحسين. سرادقات تستمر ما استمر المسير، وإن انفضت أعمدتها تتفجر المشاعر حزنا على الانتهاء. طبعا وحشة يعني كبيرة وما تنوصف، يعني شلون يعني كأنما واحد مفارق أهله، تمناها ترجع بأسرع وقت، هيك نتمناها خدمة زوار الحسين. يعني أساس للشيء يعني عندنا فاتحة وشلنا من عندها، واحد فاقدينه من العائلة وحزن، شلون شايلين؟ احنا نترجى هاي الزوار نترجاها على داير سنة، يعني بعد 3 أشهر 4 أشهر راح تجي الأربعينية، هالشكل إحساس عندنا. يدخرون بعض المؤونة للزوار في العام المقبل، وبعض الدمعات على المصيبة والفاجعة. في باحة الخيمة تجلس نسوة يتسابقن على الخدمة، تنطوي بعض الأحجيات والتعب وتصبح ذكريات لموسم الحزن القادم. على خدمة الموكب كل سنة أجي ويا أبوي وماما أختي بالموكب، أطبخ ويا ماما، أروح أجيب ماي وأوزع. ما تعبين؟ لا ما تعب. إن شاء الله يا اليوم يا باكر، إحنا آخر الناس، آخر حتى للراجع نطبخ ونوزع، حتى للراجع. على باكر يوم مثلا الناس تخلص إحنا على باكر يبني باقي الموكب. واحنا لا طبخنا نستمر منا لمن ما كحشنا تادرنا. يا ابو والله العظيم عبالك فاهين وابني يتخبر اطبخوا اشتغلوا. هذا سرادقات خدمتنا تعلق بها كتعلق الاطفال بارجوحه العيد، ينظرون اليها عسى ان يكونوا في هذا الطريق العام المقبل. سيتركون بعض البصمات والاهات، عزاء وحزن حسيني لن ينقضيان، وربما في المحشر موكب وخيمة وعزاء. إذن هي قصة غير قابلة للانتهاء ما تعاقبت الأيام، مكتوبة بحبر الوفاء ومختومة بالولاء التام. نور السعيد، بغداد، الفرات.